السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الحلوين، معاكم ميس ياسمين وقناة نتعلم صح مع ميس ياسمين. هنكمل في مصطلحات الماس. حبيت أشرح لكم على السبورة عشان الدرس ده ما ينفعش نشتغله من غير السبورة. إزاي أعمل المسألة بتاعت الأديشن ونشرحها لابننا بالمصطلحات الماس. يعني إزاي مثلا؟ يعني أنا دلوقتي أول حاجة لما بلاقي كلمة أديشن هنعملها هنا إن شاء الله تبقى واضحة في السبورة. هنا أديشن، الاديشن يعني الجمع، يبقى نجيب ورقه وقلم كده وتبتدوا تكتبوا معايا الجمع يعني ايه. الاديشن يجي هو اللي يقول لك سم يعني اجمعي، او يقول لك اد يعني اجمعي، او يقول لك فايند يعني اوججي. يبقى معنى كده ان انت هتعملي عمليه اديشن. طب الاديشن البروبلم بتبقى عامله ازاي؟ يعني مثلا تيجي هنا يكتب لك هنا النمبر، ودي العلامه دي اسمها بلس، وعلامه دي ايه؟ الايكوال، وهنا مثلا 3. عشان اقرا البروبلم دي هقولها ازاي؟ هقول ركزوا معايا 5 بلس 3 ايكوال 5 بلس 3 ايكوال، يبقى انا قلت النمبر ده باسمه والنمبر ده العلامه دي اسمها بلس، طبعا قلناها في الحلقات القديمه، والشرطه دي اسمها ايكوال، او ممكن نعملها كده ايكوال. يعني نفس البروبلم دي ممكن نكتبها بالمنظر ده 5 بلس 3 ايكوال كده. بقى هنشرحها بقى ازاي. انا هبتدي عشان اشرح لابني المساله دي احاول باي طريقه استخدم المصطلحات بتاعه الماس. ما اقولوش يعني احنا في العربي بنقولها ازاي، نحط الخمسه في دماغنا ونحط الثلاثه على ايدينا. عايزين نقول الكلام ده بمصطلحات انجليزيه. نعمل ايه؟ نقول له انا هكتبها عشان الناس تكتبها ورايا وتحفظها. الكلام ده للاماميز، ما لهاش علاقه بالتلميذ. انت هتقول له شفوي، هتقول له ايه؟ بوت يعني ضع. بوت طبعا نحط ايه ده؟ الفايف، يبقى بوت فايف ماشي ان ماي مايند، يعني احط الخمسه في المايند بتاعي. بوت فايف ان ماي مايند اند و بوت الثانية اللي هي 3 on my hand. يبقى هنعمل ايه؟ بنقول put 5 in my mind and put 3 on my hand، ونبتدي نقول after 5 6 7 8. يبقى نبتدي نقول بعد كده after يعني بعد after 5 6 7 8 equal، يبقى كده هي بتساوي ايه؟ equal 8. يبقى الانسر بتاعتي اللي هي ايه؟ 8. نقولها تاني put 5 in my mind and الله اكبر on my hand after 5 6 7 8. طبعا انا كتبتها كده، احنا هنكتبها ونبتدي نحفظ نغير النمبرز عادي. يعني مثلا لو البروبلم دي بدل 5 بلس 3 هتطلق مثلا 9 بلس 2، نفس النظام. هنقول ايه؟ put، بنحط اللي فوق في المايند بتاعنا put 9، يبقى تتغير وتبقى 9. put 9 in my mind، my mind هنحط فيه 9. and put، طبعا دي مش 3 دي 2، يعني دي put 2 on my hand اللي هي ايديا، هنطلع عليها 2. ونبتدي نعد بقى after 9 ايه؟ 10. after ماشي after 9 انت اللي اكتبها هنا عشان بس دي كتير هتبقى شكلها وحش. after ايه؟ after 9 10 after 10 11 ماشي. يبقى احنا كده عدينا ايه كام نمبر 2 اهو، يبقى الانسر بتاعتك تبقى ايه؟ 11. نفس النظام في اي بقى، نبتدي نحط بقى ايه بروبلمز كتير كده ونبتدي نبتدي نحلها. الاول المميز الاول تاخد المصطلح ده كده تحفظه ازاي بتعمله ازاي، وبعد كده تعلم ابنها وهي شغاله النوت انجلش. الولد هيتعود وهو بيجاوب هيتكلم انجلش، هيقول لك مي 9 in my mind and put 2 on my hand after 9 10 11 equal 11. بس مفيش اي مصطلح عربي فيها ماشي. كده احنا خدنا الاديشن. طب لو المساله دي بقى subtraction يعني طرح، هتلاقيه بيقول لك ماشي subtract يعني اطرحي، subtraction اللي هو الطرح. لو المساله دي subtraction بتلاقيها بيك اوقات بيعمل لك الاختصار كده بتاعتها sub، sub يعني انت كده ايه هتطرحي
subtraction اللي هو الطرح subtraction. ماشي subtraction يبقى عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده دي اسمها 9 minus 2 يبقى العلامة دي المعلامة دي اسمها ايه؟ minus. ولما العلامة دي اسمها equal ممكن تكتب كده 9 minus 2 equal ونبتدي نشوف نقولها بقى ازاي. نحضر ورقة وقلم ونكتب الكلام اللي بنقوله ده عشان نحفظه. هنقول هنحط دي على ايدينا، هنحط على ايدينا اسمها ايه؟ put. put يعني ضع. put هنحط ايه؟ 9 on my hand. واي هنحط 9 on my hand. ال 9 دي هتتحط على الهاند بتاعتك، هتبتدي تحطها على الهاند. and take يعني ايه؟ ناخد. ممكن نشيل كلمة take ونقول ايه؟ eat ناكل. يعني ممكن اقول take او نقول eat two. ماشي؟ هنقول بقى the rest. rest ده اللي هو الباقي equal ونشوف اللي اتبقى معانا ايه نكتبه. طبعا هيتبقى 7. نشرحها بقى كده بايدينا عشان اصدقائنا الحلوين يشوفوا عملنا ازاي. يعني انا بقول دلوقتي 9 minus 2 equal 9 minus 2 equal. هنعمل ايه؟ put 9 in لا ما فيهاش mind. put 9 in my hand. نبتدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 on my hand. and take ناخد 2 1 2 ممكن اقول ايه؟ eat ناكل 2 1 2 the rest الباقي 1 2 3 4 5 6 7 equal 7. يبقى الاجابه عندي ايه؟ 7. نقول واحده كمان ونستخدم المصطلح بتاعها عشان تثبت في دماغنا. يعني ممكن اقول هنا مثلا 10 minus 5 minus 5 equal. هنقول ساعتها ايه؟ put ايوه سامعة put 10 هنحط دي put 10 on my hand and take هناكل ايه؟ 5. يعني شوف الانسر كده اهو put 10 on my hand and take ناخد take 5 the rest المتبقي 5. يبقى الانسر بتاعتنا ايه؟ 5. يبقى سهلة جدا ولذيذة. انا عرفت ان هي كلمة put يعني حط. طبعا لو هحط على ايدي هيبقى on my hand. طب لو هحط في دماغي يبقى in my mind. لو انا هقول after هعدي بعدها اقول after. طب لو انا هاكل منها اقول take. الباقي اسمه rest. الباقي اللي هو rests. وبكده انا لو بشرح لابني مسألة الاديشن او السبراكشن بطريقة المصطلحات بتاعت الماس هتبقى سهلة جدا. لو عجبنا الفيديو ما ننساش ندوس لايك. لو مش مفعلين الجرس يا ريت نفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.